يوم تحسيسي هذا بش يكون موضوعنا اليوم في أجندة سانتي. أجندة سانتي. دكتور عواطف العزابي أستاذة مبرزة في أمراض الكلى وعضو في الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى ومنظمة اليوم التحسيسي، أهلا وسهلا بك دكتور. عسلامك، صباح الخير، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة، مرحبا بالمستمعين الكل، يعطيكم الصحة، عطيتونا الفرصة باش نحكيوا شوية على اليوم العالمي لأمراض الكلى. هي الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى، الجمعية نتاعنا، وبمبادرة صادرة عن الجمعية العالمية لطب الكلى والرابطة الدولية لمؤسسة الكلى، تحيي كل ثاني خميس كل عام، ثاني خميس نتاع شهر مارس، اليوم العالمي للكلى، وسنين احتفلوا باليوم العالمي 18 للكلى، والذي يوافق السنة هذه الخميس 9 مارس 2023. وشنو هو الغاية منه؟ هو الاحتفال باليوم العالمي للكلى، هو يوم تحسيسي، خاصة يوم تحسيسي للمسؤولين ومهني الصحة والعموم بصفة خاصة بأهمية الكلى، بخطورة الانعكاسات السلبية لبعض الأمراض المزمنة، كيما خاصة مرض السكري، مرض ارتفاع ضغط الدم، الاستعمال المفرط لبعض الأدوية والحشائش اللي هي تعطي خطورة على الكلى. وخاصة اليوم العالمي هو الهدف منه هو التركيز على أهمية التقصي المبكر والوقاية من الأمراض، باش الهدف هو باش ما نوصلوش للقصور الكلوي المزمن واللي ينجر عليه برشا مشاكل وبرشا، وخاصة دي ديبونس، معناتها سير لو بلان سوسيال، سير لو بلان سوسيال اقتصاديا تتكلف برشا، اقتصاديا خاصة متعبة. اقتصاديا دكتور. متعبة بالنسبة نفسيا للمريض وخاصة للدولة زادة. دكتور قبل ما نمشي أكثر التفاصيل، زاد ابارامون في ال 15 10 سنين الاخرانيين، فانه عدد ارتفاع عدد الاصابات بامراض الكلى بصفه عامه قبل حتى ما نوصل اليوم في تونس. هو الحقيقه ما عندناش معناتها نمبر معين، اون با روجيستر في تونس، اون با ما عندناش روجيستر، والجمعيه التونسيه تو تاعنا قاعدين نخدموا على لي ريجيستر، احنا نحبوا كل شيء يكون مقنن، كل شيء يكون فيه معناتها ريجيستر، باش نعرفوا اموا احنا في تونس قداش عندنا من مريض قاعد يتبع على امراض الكلى، خاطر امراض الكلى راهي هي اقسام، وهي من عندنا من خطوره عدد واحد حتى الخطوره عدد خمسه، والخطوره عدد خمسه يعني بها التصفيه وزاد زراعه الكلى. احنا ما عندناش ريجيستر، عندنا شيفر مهم، عندنا اكثر من 12000 مريض توا حاليا قاعد يستعمل في التصفيه. التصفيه وهي غسيل الدم، معناتها عندنا اكثر توا حاليا من 12000 مريض قاعد يصفي في تونس، وهل المريض هذايا قاعد يستنى بتاتا حتى في زراعه زراعة الكلى قائمة طويلة. زاد اليوم نحكي على تونس زراعة دكتور الكلى نعم قائمة طويلة، وهذه هي زراعة الكلى، هي فما يا إما الكلوة تجي من عند إنسان معناتها اللي هو تابع للعائلة، أحد الأقرباء، أحد الأقرباء بطبيعة بعد تحاليل كبيرة، وبعد معناتها لازم يكون مطابقة 100%، وإلا من عند مريض، من عند إنسان متوفي دماغيا، وهذايا دونك الحقيقه يلزم عنا توعيه بالنسبه خاصه في البوبيلاسيون تاعنا باهميه معناتها دوندورغان، على خاطر هو كي يعطي التبرع بالاعصاب. مازال الثقافه في تونس مازالت ماهيش الحقيقه، قاعدين توا السنين الاخرى قاعدين خاصه معناتها مع ليكيب جديده نتاع السان بيتيو نتاع المركز المهتم انفات بزراعه الكلى، قاعدين نشوفوا في تحركات، وقاعدين نشوفوا في تظاهرات، وقاعدين نشوفوا في يوميات تحسيسيه لامراض الكلى، للتبرع بامراض الكلى. اونتر بارونتيز، مع 11:15 باش يدخل معنا المدير الجهوي للصحه في مستير، عمليه زرع للكبد صارت لطفل صغير، طفل صغير في مستير، هذا باش يكون موضوعنا اليوم، باش تفهموا انه راهو الدون دورغان راهو يمنع حياه بشريه كامله. اي هو الانسان الميت معناتها الله يرحمه، معناتها ربي قدر له كما هكا، اما هو قاعد شو يحيي، راهو ممكن يحيي حتى 8 عباد، راه معناتها كلاوي كبده على الاقل، ولا معناتها دونك لازمنا الحقيقه معناتها لازم الثقافه التحسيسيه للتبرع بالاعضاء تزيد اكثر، تاخذ معناتها
تاخذ اكثر الاضواء. دكتور عواطف ثلاثه فم نعم. مشكل اخر خليفهم معناتها ليش الوضعيه حساسه شويه في فيما يخص الكلى؟ عن اشكال في تونس الدوايات ماهوش موجوده برشا ولي سونتر اليوم حتى لي بريفي شفتوا الاشكاليه، دونك حتى اللي يمرض لا قدر الله بالكلى راهو صعوبات باش يلقى دواء والولوج الى الخدمات الصحيه، دونك هذا زاد راهو مهم برشا. هو صعوبات الدواء راهو سي هذايا سي ناسيونال وميم حتى انترناسيونال الحقيقه معناتها دونك خاصه مع الكريز بعد الكوفيد وتوا الكريز معناتها مع غلاء المعيشه والكل سي بارتو مش كان في تونس. هو صحيح فما برشا بوكو دي تريتمون اللي هو ما عادش نلقاوه موجودين، مي احنا نحاولوا افيك لي مويان تاعنا اللي هو المريض تاعنا يستحق معناتها عنايه وعنايه نحاولوا باش نقدموها له حسب بطبيعه الامكانيات الموجوده في سبيطاراتنا وحسب الامكانيات نتاع الدوله نتاعنا. دكتور عواطف نعم. يوم تحسيسي للتقصي المبكر لامراض الكلى باش يكون بمقر رعايه المسنين والمؤسسات التربويه. هو جست راهو جست حبيت نقول لك اللي هو ما هو كل عام هو اليوم التحسيسي لامراض الكلى وكل عام عنده تام كل عام عنده شعار السنه هذه هي شعار نتاعنا صحه الكلى للجميع الاستعداد لما هو غير متوقع ودعم الفئات الاضعف. الحقيقه حسب الشعار هذايا قلنا احنا ما فماش خير من وليداتنا اللي يقراوا في الكوليج وفي الليسي، ما فماش خير من ابهاتنا وامهاتنا الموجودين في ديار المسنين، دونك هذوك ما سمو دي بوبيلاسيون فيلنيرابل، بوبيلاسيون هشه ضعيفه. علاش بالنسبه للكبار بوبيلاسيون هشه وضعيفه؟ على خاطر مع كيما تعرف مع الكبار في السن مع الادويه مع الكوموربيديتي تلقاهم عندهم امراض السكر تلقى عندهم مرض غلظه الدم تلقاه ياخذ في دويات على خاطر عنده الالتهاب في المفاصل، دونك هذوما كلهم حاجات تخليه اللي هو اكثر معرض باش يعمل امراض الكلى، دونك هذاك علاش حبينا نتوجهوا لدور المسنين باش نتقصوا امراض الكلى عند البوبيلاسيون هذيا. وبالنسبه للليسيش تقول لي علاش ليسي وعلاش كوليج، نقول لك على خاطر احنا قاعدين نشوفوا دي بلوز اون بلو الحقيقه فما الاستعمال المفرط للادويه للمسكنات، فما استعمال زاد المفرط لبعض الحشائش وبعض الحشائش اللي تخلي الكلوه تضعف والكل، دونك حبينا نتوجهوا لهم هذوما زاد صغيراتنا في الكوليج وفي الليسي باش نوريهم اهميه معناتها عدم اخذ الادويه من غير طبيب، عدم استعمال الحشائش عدم معناتها زاد كيف مدار التدخين على الكلوه وعلى الصحه بصفه عامه، كيفاش الماكله الصحيه كيفاش اهميتها، كيفاش الرياضه واهميتها على المحافظه على الكلى نتاعنا، على خاطر الكلوه راهي هي كي الكلوه كي تفشل معناتها كي يتطور فيها المرض راهي ياثر كل على الاعضاء الاخرين الكل، ياثر على القلب، ياثر على العروق، ياثر على برشا حاجات معناتها، دونك واحنا نشوفوا فيهم هذوما، دونك هذاك علاش بينا نتوجهوا للفئات هذه كما هي كما قلت لك فئات معرضه اكثر لامراض الكلى، ذاك علاش حبينا نتقصاو الامراض الكلى في البوبولاسيون هذه. دكتور عواطف العزابي استاذه مبرزه في امراض الكلى وعضو في الجمعيه التونسيه لامراض الكلى وتصفيه الدم وزرع الكلى ومنظمه اليوم التحسيسي للتقصي المبكر، اكثر من 12000 قاعدين يقوم بغسيل الكلى في تونس سنويا، هذه هي الارقام الانتجريتي للانترفيو تلقاها شويه اخرى على الباج وفي سيل فيسبوك. مكملين معكم حتى 11:30 بعد شويه.